طفوا البيت لي ما هوش حجار، والفلل والقصر هي معفية، للنهضات ولد صالح عمار ابن خالد وزير المالية. حصحص الحاج والمعود نضل انا والزهراوي العلامة تطرد. نكتة ايوه. ذكر واحد يشتي ترشح في بقعه، قال لا تترشح شحنان كرهك، قال رشحوني كفت، لا مالي شي يا اخي حلون نكرهوك، ويا انا اللي منعكم، ويا عيبه ادي زلطتي ولا ارضيه، يا اخي نكرهوك، قال والله ما اعذر ما افوز بالصميل ولا بالصميل، يا اخي نكرهوك. رجع نزل حق الصور وكتب هناك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله الله. اذا على الاقل فنان نكته ثانيه للجمهور. ادي لك نكته ثانيه؟ ايوه. من اي نوع؟ ادي لك نكته ثانيه. توفيق اسمك انت؟ انا. قالوا واحد شايفه بتقرا في محو الاميه، بعدها راح تقرا، وبعدها كان الاستاذه تقرا، دخل سعيد ويترفع الاخفاضه، خرج سعيد، دخل سعيد، خرج سعيد، دخل سعيد، طلع روح هذا البيت، قال لها زوجها ايش قريتي؟ قالت خلى لك على الله، شغلنا سعيد دخلها خارج. الله الله. شوف واحد قالوا جلس شاغل الشاعر، قال ما لقيه، وفي الدورة الثالثة لقيه، ولا نخس عندك لو تدي حركة أقتل أبوك. لمن بيقول هذا؟ من وين؟ للسارق. صاحب البيت. صاحب البيت أيوه. وذاك السارق وقص قص وبيحط السكين. من وين؟ أسلخ الجلد أول أو لا؟ أشفط الدهون وبعدها أفعل العظام و من وين؟ صاحب البيت بيفجع السارق. اسكت اسكت يا أخي، ضروري تفهم. ضروري تفهم أيوه. المهم وجالس هكذا، وولد ذي صاحب البيت قال أباه، سمع الصوت، أنتم من؟ وقال ذاك السارق بابا حاضر قد. والسارق افتجع قال الا سارق 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 صيح. كم قراءة ذبحوها ها؟ يا اخي الفنان. اذا نعود الى الابرت، واصل في الابرت في الابرت. ايوه نفس خيال تنقر شي قد ناكا في بانك صنع حني طبعا بليلة ريال انا ما له ثمن والسهل اصبح ممتنع والقرض جاء والبنك بعد زعلوني. ليش؟ زعلت نفسي انا. ليش زعلت نفسك؟ جيتوا احنا في هذا العشاء النكت وساكتين. لا يعني لحظة. اوه قلت لهم يا سعود الخليج يكرهونا. ليش؟ ساكت كثير. ها دخل فنان في نفس الاوبريت واصل. مية؟ نفس الاوبريت. اي يلا نفس الابريق. ايوه. نخبر الناس بالله القدر ان عد بمصايب اهديه كل شعبي قد املك للنخر والجرع باتجي متواليه طالما والوزير راكب شفر في حكومه ودوله ناميه حصحص الحق والمعوز نضل والسراويل علامه تضرب وانتخبنا لنا اسقط بشر باسم شورى وديمقراطيه حصحص الحق والمعوز نضل السراويل على ما تضربل الا ويدان الويدان الويدان الا ويدان ما نسمر على الويدان ويدان الا ويدان وحنا جلد فقع طمان الا ويدان والفاسد بقى شان أي شان ألا ويدان يسكن عالي البنيان ألا ويدان احنا 12 فوق الشاص ألا ويدان والمسؤول صار مخاص ألا ويدان باقي يدخلون قفاص
أقفاص على ويدان تم شعبنا مصماص على ويدان تم شعبنا مصماص ترن 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 تم شعبنا مصماص من الجاني من ذي أفسد الأوضاع من الجاني أجر الدمع في الأعيان عصر السد والبدرون الويدان الويدان خير خاص للمسؤول الويدان الويدان يا ناس شعبنا معلول الويدان الويدان قد تم النهد ديدان الويدان 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 حيرفنا الويدان فلسنا الويدان انهينا الويدان 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 أهلا ويدان أهلا ويدان أهلا ويدان تحية كبيرة كبيرة جدا للأخ الفنان الأخ الفنان ايش الفاكس دي يا طبعا في ختام هذا البرنامج اصبر ختام هذا البرنامج في ختام ولا يهمكم أي شعب العزيز لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت الله وانا معاكم دلعين اصبر اشتكوا معنا الشعب الشعب اشتكوا لهم اقول لهم ادي لهم اغنية يعني ايوه 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 سعر حب كبير جدا يا شعبي لا بكيتو الا تستاهلوا يا يا زمن بالله بس يا محمد خلاص ايوه ما انا ما اسكتش على حقي خلاص يا محمد تمام تفضل عندك يا واصل